في 2022 تحدثت الصحافة والإعلام المصري حول اقترابك من تدريب النادي الأهلي في مصر، هل فوضك النادي الأهلي في هذه الفترة تحديدا؟ نعم، كانت هناك بعض التقاربات والمحادثات في وقت ما. لم تكن هناك محادثات رسمية مع فريق مصري بالتحديد أو مع أي فريق مصري بشكل عام، كانت مجرد محادثات واستقصاء لوجهة نظري في الأمر فقط. هل أنت كنت موافق من حيث المبدأ التدريب في الدوري المصري أو في مصر بشكل عام، سواء منتخبات أو فرق؟ لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي. الأمر أنا مدرب ومحترف، أن أدرب سواء منتخب مصر أو أي فريق في مصر لم تكن لدي أي مشكلة في ذلك.